تعالوا بقى نبتدي مع حضراتكم سلسله اخبارنا. الاهلي بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهه الاسماعيلي يوم الجمعه المقبل ان شاء الله، والسويسري ريني فايلر كان حريص على تخفيض الحمل التدريبي لمجموعه اللاعبين الاساسيين اللي خاضت مواجهه حرس الحدود، فيما سيكون هناك برنامج خاص في تدريبات اليوم استعدادا للقاء الدراويش. يلا بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله الدوري الاهلي وافريقيا، هي افريقيا كمان احنا حاطين عليها امال كبير، وباذن الله كمان اللقب يكون للاهلي. نروح بعد كده بقى لكره اليد سيدات، الفريق الاول لكره اليد سيدات بالاهلي حقق فوزا مهما، ده كان على حساب نظيره فريق الزمالك بنتيجه هنا 33-23 ضمن منافسات بطوله الدوري. قدم الاهلي بصراحه لو حضراتكم يعني حد تابع عرض قوي، وسيطر كمان الفريق على مجريات اللقاء منذ بدايته، ولم يسمح لفريق الزمالك ابدا بالتقدم هنا في النتيجه طوال فترات المباراه لينتهي الشوط الاول 16-8، وظل الفريق ضاغط على أو ضاغط في الشوط الثاني ليحسم المباراة زي ما كنا بنقول لحضراتكم 33 نقطة ل 23.